وانطلقت أجواءنا من داخل الجناح الهندي. اليوم مثل ما شفتوا بديت مقدمة الحلقة بهذا العقد، خلينا نقول، أو العقال اللي مليان بالفل. جيت لهذا الجناح أبغى أكشف وسر الفل بالثقافة الهندية. طبعا أبعرفكم اليوم على صديقي، هو أيقونة المكان ورمز المكان، ما شاء الله، يعني دائما مرحب بالناس اللي تمر في هذا المكان تحديدا. اسمعوا ترحيبه. مرحبا، ويلكم بليفارد، مرحبا بي سي، مرحبا. You know what you have today? Yeah. What you have? دبل دبل. تدروا ايش عندنا اليوم؟ عندنا هذا السر اللي انا جيته علشان اعلمكم عنه. طبعا شبابنا ما شاء الله متعددين باكثر من لغه، عندنا منتجات الفل والكادي اللي تعطيكم المنتجات. يس. سر اليوم ارتباطك انت، الناس كلها او تشوفك هندي بحكم ان شاء الله نمثل شبابنا باحسن تمثيل. يا رب. الشباب السعوديه ما شاء الله متميزين، واحنا نقدم قليل مما عندهم، ما شاء الله مبدعين ومتميزين في جميع المجالات. محمد على السريع الان ابغى تقول لي قصه ارتباط الفل اللي علي هذا بمنتجات التجميل وبثقافه الهند بشكل عام. طبعا الفل هو المورد الاساسي للهند، دوره الهند، الارتباط بحكم اننا الان في دوره الهند مرتبطين بالهند، الفل مورد اساسي يستخدمه في الافراح والمناسبات وعده فعاليات ولعدة استخدامات، مهما اذكر ما راح نوفي حقه. وعندنا برضه ارتباط في منطقه الجنوب ما شاء الله بكثره وجدا جميل، يعني الزواجات ما يخلى عرس من زواجات الجنوب الا فيه الفل. وش تستخلصون منه بالضبط؟ يعني العطور الطبيعيه. اي نعم، طبعا عطور طبيعيه وعطور صناعيه بعده اشكال. الطبيعي طبعا عندنا عده انواع ما شاء الله، اللي يكون معصور يدوي. هذا يدوي فل؟ هذا يدوي طبيعي بدون اي مواد اضافيه، هذا ياخذ معك اسبوع طبيعي 100% ما شاء الله. وعندنا المنتجات الثانيه الصناعيه بعده اشكال. ونتشرف طبعا ان نمثل السعوديه وشباب السعوديه باحسن تمثيل. يا رب. شكرا. رحم الله والديك يا محمد. تسلم. مرحبا يا مدير. تفضل هنا تعال. انا ابغى نرجس لانه في شيء شد ولفت انتباهي مره 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 مره. نرجس تعالي تعالي. يا هلا يا هلا. يا هلا وسهلا. انا قفلت لك ملف الفل اليوم. حلو. انا ابيك تركزين باللي على يمينك، ما شاء الله شايفين الشعر وطول الشعر. ما شاء الله ما شاء الله. نرجس يسحب وراها ما شاء الله. دقيقة، في أغنية في أغنية شعبية يقول بالهيل بالهيلي يمن شعر راسها يسحب إلى الذالي. ما شاء الله، هذا ينطبق على هالمقولة. بالله شوفي ليش الموضوعك، شوفي للسر. ابشر يلا. ضروري. مع نرجس كمان. ما شاء الله تبارك الله. وش السر؟ ذا سيكريت بليز. هذا الزيت اللي أختي عشان زيت هندي طبيعي. هذا فيه طول الشعر، هذا فيه شعر يطلع كثير زادة، هذا نعم شهر وقب تساكت، هذا ثلاثة مخلوط استعمال، وهاي دول ما ستة شهور استعمال سوا شهر. هذا زاد طويل زاد زي هذا. ما شاء الله. لا أنا أبغى زي هذا. هذا وهاي السنة، وهاي السنة هذا. وهاي السنة؟ هذا وهاي السنة هذا. Are you sure؟ Are you sure؟ 100% natural. This one ما في كمية هذا. كله جبل شاب هذا. 20 يوم نتيجة مرة كويسة هذا. طيب الهند البنات شعرهم كثيف وطويل. جين اور فروم اويل؟ فروم اويل. اي ام انا بابا حكيم، بابا حكيم كله تركيب انا بابا. حلو. اول انا جرب انا فايت في بعدين انا سوقته هذا. ما شاء الله تبارك الله، ابوها حكيم، فهم السر تقول مو من الجين، الله اعلم. فالسر تقول من هذول الزيوت او من اتوقع من منتجاتهم، منتجات الهند معروف ان هي تكثف وتطول الشعر. ف ثانك يو سو ماتش، فعلكم هالشعر الحلو ما شاء الله.